نازلة لابني، يعني متنزلة لابني. وبعد كده بقى راح جاي واخدني ورماني بعيد، يعني رماني بعيد عن الشقة اللي انا كنت قاعدة فيها. وبعد كده لما وصلت لناس ووصلوني اللي هو لجوز اختي، جوز اختي هو ابن عمي برضه قاعد في العيش، فوصلت له عن طريق ناس يعني ساعدوني كده اللي انا وصل لهم بعد ما رموني في الشارع. في العاشر؟ رموني في العاشر في رمضان، اخر يوم في رمضان. رموك ازاي؟ رموني، ركبني العربية غصب عني وراح جاي رميني بعيد، نزلني من العربية حتى بهدومه من غير ما اخد اي حاجة. اليوم ده اللي حصل اللي هو صحاني الصبح وقال لي ايه، عشان كنت تعبانة قبل فترة، يعني كنت تعبانة قبل 15 يوم وكده، وقال لي تعالى اكشف عليك وكده. بعد كده لما روحت بقى لما نزلت يعني معاه وركبت في العربية وراح بقى رميني بقى وكده. سبت ابنك ازاي؟ هو اخوه خده قبل ما انا انزل، اخوه خده. قال لي اخده منك ازاي؟ خده مني غصب عني، يعني هو خده غصب عني وراح جاي هو مركبني في العربية ورميني. يعني هم بصي هو مصحيني ومنزلني تحت على اساس اللي هو يروح يكشف عليا. ده لما خدني بقى وحطني في العربية وكده. ايش عليكي 6 الصبح يا اسماء؟ انا ما اعرفش، ما اعرفش حاجة، ما اعرفش حتى في العيشة. بعدين بقى لما رحت وعملت بلاغ وكده. بس هل الست دي تقدر ترعى ابنك؟ لا انا عايزة ابني، بس انا جاي هنا عشان خاطر ابني مش جاي عشان خاطر حاجة. انت مش عايزة حاجة غير ابنك. اسمه ايه؟ عبد الرحمن. سموه على اسمها عمه؟ ابوهم فين؟ ابوهم ميت. عارفه ده كله هيحصل لك يا اسماء؟ ما كنتش رجعت. لو كنت عارفه ان هم ياخدوا مني ابني ما كنتش رجعت لهم. ياخدوا منك ازاي؟ عمو خده ومشي وجوزي ركبني بالعربية ورماني بعيد، بس ده اللي حصل. اما رجعوكي هو ما قالكيش احنا هنعيش بلاش خر نخرب بيتنا؟ خدوا اللي خور اجوا قالوا، قال اللي هو هتغير واللي هو هيعيش واللي هو بيحبك وهيعزكي وبس، وانا رجعت عشان خاطر اخوانا هما يجوا لنا. طب ما قلتيش انت لماما وبابا بلاش؟ ما كنتش حاسه كده انك هتتبهدلي؟ كنت عايزه ارجع عشان خاطر 22. قلت لهمش هتبهدل؟ كنت عشان ما كنتش اعرف اللي هو كده، كنتش عارفه اللي هو شين كده، كنتش عارفه اللي هو هيعمل فيا كده، كنتش عارفه اللي هو هياخد مني ابنه يحرمني منه. بقالك قد ايه بره البيت؟ بقالي 7 شهور. بقالهم سنة وشوية. الجوازة بقى كلها على بعض قد ايه؟ 4 سنين. متجوزة من 2017. هو بيشتغل ايه؟ بيشتغل في الرخية. عايزة ايه؟ مش عليه خالص. هو اتصل على ابويا قال له بنتك معوقة، روح حطها في مستشفى بعد ما خد مني ابني. هو اللي اتصل على ابويا قال له كده، بنتك معوقه حطها في مستشفى. معوقه ازاي؟ هو قال عليا كده، هو رمى قال عليا كده، راح اتبلى عليا في الجسم اللي انا واخده حاجاتي ورميها لابن. وانا ما عملتش كده، ما خدتش حاجه، ما طلعت بعبيت البيت، هو طلعني بعبيت البيت ما ادانيش حاجه، حتى بطاقتي ما ادالها، مش اداني بطاقتي، واخد مني بطاقه وبطايق واخد مني كل حاجه، طلعني بالعبيه بس. انا عايزه ابني مش عايزه حاجه. بقى 7 شهور ما شفتوش. كل ما نقول ما بقول لاخواله، اخواله ما بردوش يساعدونا برضو. هما برضو ما اخواله برضو عارفين مكان. هما سبب الجوازه دي؟ هما سبب الجوازه وكمان عارفين مكان، مش قادرين برضو يساعدونا. وبعدين يوصلونا ليه؟ عايزه ابني وحاجي، مش عايزه حاجه منه. انا مش طالبه زيته، انا طالبه ابني بس منه.